الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول في لقاء غير معلن مع الأسد في سوتشي إن سحب القوات الأجنبية من سوريا سيبدأ، والأسد يعلن إرسال ممثلي حكومة النظام لتشكيل اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو يقول إنه في حال عدم تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف فإنه يمكن التوجه إلى مسار آخر لحل القضية، معتبرا السبب في عدم نجاح مسار جنيف وعدم رغبة النظام في بحث أي موضوع مع المعارضة أو غيرها. وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تعلن استعادة التنظيم مواقع على جبهات الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك جنوبي دمشق بعد شن مقاتليه هجوما معاكسا على نقاط تابعة لقوات النظام خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها. الشيخ عبد الرزاق المهدي أحد علماء الدين في الشمال السوري يدعو قادة الفصائل وشرعيها في المناطق المحررة إلى تبييض سجونهم مع حلول شهر رمضان المبارك. ناشطون يكشفون عن تنفيذ قوات التحالف الدولي عملية إنزال في ريف دير الزور الشمالي الشرقي على الحدود السورية العراقية أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في صفوف تنظيم الدولة. مجهولون يقتلون الإعلامي إبراهيم المنجر مراسل شبكة شام في درعا أمام منزله في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وإصابة عدة مدنيين بقصف مدفعي لجيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعته تنظيم الدولة على بلدة حيط.